كنا سألنا مرة في بيت الأخ أبو زيد عن موضوع لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فبدنا إذا سمحت منك تقول لنا معنى الحديث هذا مرة أخرى، لأنه صار في خلاف إنه أنت قلت هيك ولا ما قلت هيك، فنسينا الآن إيش التفصيل. يعني بهمنا الصحيح إنه نسمع رأيك من جديد في معنى الحديث، وهل المقصود بجزيرة العرب بمفهومنا الجغرافي جزيرة العرب بما فيها الإمارات والخليج واليمن وكلها، ولا المقصود الحجاز مثلا؟ وهل المقصود أيضا إنه دينان يعني كتلتان عظيمتان دولتان، ولا لو كان فرد أيضا يشمل هذا؟ ما دام أنت بتقول إني بحثت عن الموضوع نسينا يا أستاذ، لكن اختلفت آراؤكم، في ماذا اختلفت؟ يعني هل المقصود انه نسينا الان انت ماذا قلت، هل المقصود انه جماعه قويه من اهل الكتاب مثلا دين يدينون بدين غير الاسلام، او لو كان فرد واحد؟ نحن تبين لنا من السنه انه النبي عليه السلام كما نعلم انه مات عليه الصلاه والسلام ودرعه مرهونه عند يهودي، فهذا دل على انه الفرد يعني ما بيشمله هذا الحديث. نعم. يعني هذا اعترض عليه لما قلنا هيك، قالوا لا القضية اذا فرد معلش، اذا ايش؟ اذا شخص فرد يعني واحد او اثنين او ثلاثة يعني جماعة قليلة ما لهم اثر على المسلمين، ما بشكله خطر على المسلمين، ما بيشملهم النفي في الحديث. هو اذا قال لك لا الناهي خلاص الفرد، نحن لا نقول فرد او افراد. نعم. نقول دينان يحكمان، هذا هو المنفي في جزيرة العرب على اختلاف العلماء في تفسيرها. لكن قلنا إما في ذلك الجلسة أو في غيرها بأن مكة والمدينة وجدة واليمن، نقول دينان يحكمان، هذا هو المنفي في جزيرة العرب على اختلاف العلماء في تفسيرها. لكن قلنا إما في ذلك الجلسة أو في غيرها بأن مكة والمدينة وجدة واليمن هو من هذه البلاد التي لا يجتمع فيها دينان، والتي أمر الرسول عليه السلام بإخراج المشركين وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. لكن قضية فرد وأفراد ما لها علاقة بالموضوع، ممكن يكون هناك شعب عديد وفير في هذه الجزيرة التي أمر الرسول عليه السلام بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، إذا كانوا يعيشون تحت حكم الإسلام يعني ذميين، فلهم أن يعيشوا في جزيرة العرب بالمعنى العام، لكن لا يجوز أن يعيشوا في الجزيرة العربية بالمعنى الخاص، يعني في بلاد معينة محددة فيخرجون. لا، مش قضية حكم الآن، تركناه جانبا، يخرجون ويعيشون في غير البلاد المعينة من الجزيرة العربية، يعيشون تحت نظام الذمة أن يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. أما البلاد الأخرى التي أمروا بأن يخرجوا منها فهم لهم أن يترددوا إليها تجارة وما شابه ذلك، أما استيطان فلا. وهؤلاء مثلهم بالنسبة للبلاد الإسلامية كمثل المسلمين بالنسبة للبلاد الشركية، أي كما أنه لا يجوز للمسلم أن يعيش في بلاد الكفر وأن يستوطن بلاد الكفر، ولكن يجوز له أن يذهب للتجارة على أن يعود إلى بلده المسلم. وعلى العكس من ذلك، من كان غير مسلم فلا يجوز له الاستيطان في البلاد
التي استثناها الرسول عليه السلام من الجزيرة العربية، ونهى المشركين أن يعيشوا فيها، أو بالمعنى الأصح أمر الحكام المسلمين أن يخرجوهم منها. فأن يتردد هؤلاء إلى هذه البلاد ليعودوا أدراجهم إلى بلادهم أو بلاد أخرى إسلامية يعيشون تحت راية الإسلام ونظام الإسلام، فهذا فقط يجوز لهم. يعني مرة أخرى سامحني لأنه بدي عشان أركز على الموضوع. تفضل. إذا كان هؤلاء الذميين، يعني هؤلاء أهل الكتاب، أو نقول غيرهم مثلا من المشركين، ما قلت أنا الكتاب. قلت المشركين وأهل الكتاب. نعم. هؤلاء يجوز لهم